المحصنين بلقاح كورونا بأداء العمرة دون حجز مؤسسي. مش كده بقول لحضراتكم في كذا خبر ليه علاقة بالمملكة العربية السعودية وكمان ريليتد على طول أو مرتبط بشكل مباشر بالمصريين هناك. خلينا رحب بالأستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام المصريين في السعودية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عادل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. يعني خلينا هنمشي لأنه في كذا موضوع عايز أناقش حضرتك فيه أو أعرفه منك الحقيقة. تحت أمر حضرتك. مسألة الـ العمرة. تمام. هل في جديد؟ إيه؟ الجديد في العمرة إن بالفعل فتحت، هتفتح من يوم 1/12 اللي هو إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. اشتراطات والإجراءات اللي بيتخذها المعتمر المصري حتى قرار يتمكن. قرار 1/12 لسه ما تحدثش، يعني أقصد ده قرار واخداه المملكة العربية السعودية من فترة قبل ظهور الفيروس الجديد، ولا ممكن يحصل تعديل فيه؟ ده بيان يا أستاذ عزة صادر امبارح من ساعات بالضبط. هذا هو البيان ده. صادر هو من وزارة الحج والعمرة. نعم. فضل يا فندم. ايه الإجراءات اللي هيقوم بيها المعتمر، لأن لسه الموضوع جديد؟ في حالتين عندنا. حالة إذا كان المعتمر حصل على جرعتين من اللقاح المعتمد بالمملكة العربية السعودية. نعم. ولو أذنتيلي أقول لحضرتك 4 لقاحات فقط المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، ألا وهي فايزر، أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، موديرنا. فهيقدر فقط رغم اعتراف منظمة الصحة العالمية بباقي الفاكسينات. هم قالوا كده كمان في البيان بتاعهم. قالوا ان رغم ان منظمه الصحه العالميه معترفه باللقاحات الباقيه، لكن احنا كسعوديه احنا معترفين بهذه اللقاحات فقط لا غير. طيب المعتمر هيعمل ايه علشان يقدر يقدم على العمره؟ بيتجه لاحد مكاتب الحج والعمره والمكاتب السياحيه المتخصصه لازم بذلك. يكون واخد الجرعتين، يعني جانسون جانسون هي جرعه واحده، لكن باقي اللقاحات تمام. لازم يكون المعتمر واخد الجرعتين. وهيدخل برضه يا استاذه عزه يعتمر لو مش واخد اي جرعه من الجرعات المعتمده بالمملكه العربيه السعوديه. واقول لحضرتك ازاي، بس انا حابب ان انا اقول للناس كلام كده ضد بعضه، مش عايزين نلخبط الناس. ما حضرتك بتقولي حتى لو هو متطعم، انا النهارده متطعمه ب سينوفارم، تمام، ينفع اروح اعمل عمره؟ تعملي عمره بس هتتحجري لمده 3 ايام في احد الفنادق المصرح ليها من قبل وزاره الصحه السعوديه. على ان يتم عمل مسح الدي سي ار لحضرتك في بعد 48 ساعه من القدوم الى المملكه العربيه السعوديه، وده تيسير وتسهيل للاخوه المعتمرين بجمهوريه مصر العربيه. وده على حسابي، البي سي ار على حساب حضرتك طبعا، والتلات ايام اللي هم على حساب حضرتك، الحجر الصحي المؤسسي. ده هيكون على حساب. ده كلام مهم عشان الناس تضيف المصاريف دي على حساباتها، يعني ايوه ده كلام. ده كلام مفيد جدا بالنسبه للعمره. يعني كل انت حضرتك عارفه ان المصريين اكثر الناس اشتياقا لعمل العمره ومناسك العمره وزياره الرسول عليه الصلاه والسلام. فالكل ان شاء الله هيعمل عمرته بسلام باذن الله تعالى. طب ايه كان عندنا كمان هو هما ما لهمش في المملكه العربيه السعوديه، ما فيش غير انه قبل ما يسافر بيعمل مسح بي سي ار قبل ما يدخل المملكه العربيه السعوديه. ولازم تكون المسحه سلبيه، ما يكونش عنده اي طبعًا. حاجه طبعا. لكن لو سمحتي لي، كان في قبلها بيوم واحد من ساعات تم التصريح بدخول من لم يحصل على اي لقاح من جمهوريه مصر العربيه من المقيمين والزيارات عليه بالدخول الى المملكه العربيه السعوديه بعد قضاء حجر صحي مؤسسي لمده 5 ايام، وبعد كده يقدر يمارس حياته الطبيعيه. وده خبر يمكن يسعد الاف جديد. المصريين زي ما عشان كده بقول لحضرتك الكلام ضد بعضه. انا النهارده يعني خلينا عشان ما نلخبطش الناس، انا شخصيا اتلخبطت، انا شخصيا اتلخبطت. المملكة العربية السعودية وافقت على 4 فاكسين، اللي واخدين ال4 الفاكسين دول هيخشوا يعتمروا ويخشوا المملكة العربية بسلام، مش كده؟ تمام. نقطة. تمام. موضوع تاني،
المملكة العربية السعودية وافقت على كل الفاكسين المعترفة به منظمة الصحة العالمية، كويس؟ بعيداً أيوة. عن الأربعة دول، ولكن أيوة هيقعد المؤتمر 3 أيام في فندق هتحدده المملكة العربية السعودية على حسابه، وهيعمل بي سي آر على حسابه. ده جميل صح؟ بالنسبة للمقيمين بقى حضرتك اللي هناك تماماً. بقى اللي هناك تقصد؟ أيوة أنا بتكلم للي هناك اللي عندنا دلوقتي اللي موجودين زمايلي اللي مقيمين معايا في المملكة العربية السعودية وبيقضوا أجازاتهم في مصر ومنعوا من الدخول للمملكة لأن علشان غير محصنين، هيقدر يدخل بس هيحجر لمدة 5 أيام كاملة داخل أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية. تمام. مع عمل مسحة عند الوصول ومسحة عند مغادرته في جمهورية مصر العربية. وعليه بالتسجيل على المنصة الإلكترونية قدوم قبل قدومه للمملكة العربية السعودية. عشان يعرفوا ان ده مش واخد فاكسين. ده كلام مظبوط تماما. وده احنا كده يا جماعة بنكلم المصريين اللي موجودين في مصر دلوقتي، نزلوا اجازة من المملكة العربية السعودية وكانوا مش عارفين يرجعوا للمملكة العربية السعودية تاني. وكمان تمام. الطلبة كل ما هو جه من المملكة العربية السعودية وما عرفش يرجع تاني نتيجة الإجراءات اللي خدتها المملكة. فبالتالي لو هو ما خدش فاكسين خالص، صح كده أستاذ؟ تمام يا أستاذ عادل، صح كده؟ لو ما خدش فاكسين خالص أولا وعايز يرجع المملكة العربية السعودية، يدخل على موقع قدوم. أيوة. ويسجل نفسه. أيوة. هيعمل بي سي آر قبل ما يطلع من القاهرة أو من مصر من أي تمام. مطار. هيعمل بي سي آر، مش لازم يكون واخد اللقاح، لكن هيروح المملكة يتعزل في حجر صحي مدته 5 أيام على حسابه الشخصي ويعمل بي سي آر من جوه المملكة العربية السعودية، صح كده؟ ده كلام سليم 100%. وطيب حضرتك هتسأليني طيب وهو هيعيش ازاي في المملكة بدون ما ياخد لقاحات؟ المملكة العربية السعودية هتطعمه باللقاحات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية فور وصوله مجانا. ده كويس قوي، ده كويس، هيتطعم في المملكة العربية السعودية مجانا. لو هو طلع بوزيتيف، لو هو طلع مع الإجراءات دي في عملية النقل كده لقط، ولما راح المملكة العربية السعودية لقى نفسه أنه هو إيجابي، إيجابي هيتم حجزه بأحد المستشفيات المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية ويعالج مجانا على نفقة المملكة العربية السعودية حتى تمام. أن يشفى. تمام تمام. على فكرة القرار ده هيستفيد بيه مجموعة كبيرة جدا تقريباً. من الطلبة كم تقريبا؟ احنا هدي لحضرتك مثال الطلبة فقط لوحدهم اللي بيمتحنوا المنهج المصري داخل المملكة العربية السعودية. السنة اللي فاتت كان عندنا 55 ألف طالب بيمتحنوا المنهج المصري داخل المملكة العربية السعودية. ده هيسمح كبير. طبعا هيسمح بدخول الطلبة. نعم. الجديد كمان والجميل علشان وأولياء الأمور المتواجدين بالمملكة العربية السعودية. كل دي انفرادات عندنا يا جماعة. طبعا لحضرتك يا أستاذ عزة. حضرتك وشك حلو علينا ما شاء الله يعني. يا رب دايما. اتفضل. ربنا يخلي حضرتك. طبعا الطلبة اللي موجودين دول هيقدروا يرجعوا وهيقدروا هيسجلوا على موقع المكتب الثقافي المصري بالرياض. لأن التسجيل لسه لم يبدأ بس بشرط علشان الإخوة الطلبة اللي موجودين أبنائنا الطلبة لا ما يكونش امتحن أي اختبارات داخل جمهورية مصر العربية. والحمد لله لسه الاختبارات الترمات لسه ما بدأتش. تمام. كمان عندنا انفراد أخير لو سمحتي لي أستاذ عزة. يا ريت. احنا كل اللي موجودين داخل جمهورية مصر العربية تأشيرتهم هتنتهي يوم 30/11/2021. ليه؟ ده احنا بنتكلم في بكرة. طيب بكرة هتنتهي تأشيرات بعض المصريين اللي موجودين في مصر، الأغلبية العظمى منهم. ليه؟ لأن خادم الحرمين الشريفين كان صدر أمر سامي بتمديد التأشيرات لكل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم حتى 30/11. نعم. فالأمر ده هيبدأ يوم 1/12 الساعة 1 صباحا اللي هو تقريبا يوم الاربعاء. الحل ايه؟ صدر امر منذ ساعات من وزاره الداخليه السعوديه. نعم. قالت فيه
انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يتم تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارات آليا دون رسوم أو مقابل حتى تاريخ 31/1/2022. دي حاجة هتسعد 31/1 كمان، مش شهر، ده بنتكلم شهرين. نعم يا أستاذ عزيز، كده تم المد شهرين الإقامة. لا ده كلام حصري لحضرتك برضو لسه من ساعات. ده خبر هايل، ده خبر هايل يعني. نعم. الناس يا جماعة اللي كانت مفروض تأشيراتها تخلص بكرة، لا يعني خبر عظيم، يعني انه المملكة قالت انه انت ممكن قصادك شهرين مدوا، بدل ما تأشيرتك تخلص بكرة لا قصادك لغاية 31 يناير ايضا. طب ده عظيم، ومن غير ما يراجع اي جهة حكومية وهو قاعد في البيت هتمدد الكترونيا، هتجي له رساله ان تم تمديد. يعرف ازاي؟ هو اللي هيدخل يبلغ؟ بيجي له رساله على الموبايل بتاعه او بيجي له رساله على ابشر، وهي خدمه الكترونيه سعوديه، منصه الكترونيه سعوديه، ان تم التمديد له حتى 31/1/2022. دي هتحصل اوتوماتيك كده اليا يا استاذ عزه. اليا يعني الناس، يعني الناس كده هتلاقي رسائل ابتدت توصل لها من بكره. ده كلام سليم زي ما حصل في المره الاولانيه. ايوه، بشكرك استاذ عادل النهارده، الحقيقه قلت لنا كذا حاجه لطيفه جدا وكذا حاجه جميله جدا، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكه العربيه السعوديه.